القاعدة في محظورات الإحرام أن كل محرم احتاج إلى فعل محظور أن له أن يفعله ويفدي، كل محرم احتاج إلى فعل محظور فله أن يفعله ويفدي، وهو مخير بين أن يخرج الفدية ثم يفعل المحظور وبين أن يفعل المحظور ثم يخرج الفدية، لكن لا يجوز أن يخرج الفدية قبل وجود سببها. فعندنا الآن إنسان أراد أن يحرم، أراد أن يحرم مثلا وقال أحتاج أن أحلق رأسي، ربما أحتاج أن أحلق رأسي، فأخرج الفدية قبل أن يحرم، يصح؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لعدم وجود السبب. كذلك أيضا ثا إنسان آخر أحرم واحتاج أن يحلق الرأس فأخرج الفدية، نقول هنا يصح لأنه أخرجها بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط. طيب، احتاج أن يفعل المحظور فأخرج الفدية بعد فعل المحظور، نقول هنا بعد وجود الشرط. أوضح ذلك بمثال آخر. إنسان حلف قال والله لا أكلم زيدا، لا والله لا أكلم زيدا، فكلم زيدا، نقول تجب عليك الكفارة، تجب عليك الكفارة. طيب لو قال والله لا أكلم زيدا وقبل أن يكلمه أخرج الكفارة يجوز؟ نعم يجوز، يجوز، هذا تحلة. قبل أن يقال والله لا أكلم زيدا ثم أخرج الكفارة فيجوز. قال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لماذا يجوز؟ لأنه وجد السبب وهو اليمين، لكن الشرط الحنث لم يوجد. إذن إخراج الكفارة بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط جائز. طيب إنسان آخر ثالث أخرج كفارة يمين، كفر كفارة يمين، قلنا ليش؟ لماذا أخرجت الكفارة؟ قال لأني غدا إن شاء الله سأحلف أني لا أكلم زيدا، يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يوجد السبب، سبب الكفارة هو اليمين، فالكفارة سببها اليمين وشرط وجوبها الحنث، والشيء قبل وجود سببه لاغي غير معتبر، قاعدة. وألغي كل سابق لسببه لا شرطه فدر الفروق وانتبه، فرق بين هذا وهذا.